عايز أسألك سؤال كده وتقولي بصراحة يعني. أكيد هجاوب بصراحة. لو الفنان الكبير نور الشريف موجود، كنت هترفع السماعة أو تروح له وتتمنى أنه يبقى قاعد في الصف الأول بيشوف كاليجولا في زمن تاني؟ طبعا. أنا حاليا أصلا، ولا كنت هتخاف وإنك يعني منافسة والاسم يعني أنا بوريك كاليجولا نور الشريف طبعا دلوقتي. طبعا أستاذ كبير على فكرة، إحنا بندور أنا بدور إن أنا أعزم أستاذة إلهام شاهين تيجي تتفرج على العرض. طب اتفضل اعزمها على الهوا. أنا بعزمها طبعا على الهوا يعني، دعوة إلى إلهام شاهين. أنا بدعو حضرتك يا أستاذة إلهام تنورينا وتشرفينا وتيجي تتفرجي على كاليجولا بتاعت جيلنا، ودي يعني تبقى رسالة للناس إن إحنا جيل بيسلم جيل، ونتمنى إنك تيجي وتتفرجي وتنبسطي. خلاص احنا كمان بنقول لإلهام، فنانة إلهام الشاهين، الدعوة موجودة انها تروح تشوف كاليجولا طبعاً. واحنا نصور في التاسعة، رأيها هتقول ايه على كاليجولا؟ ده يشرفنا بجد. طيب العرض اللي شفناه ده كان نور الشريف وجيل تاني بيقدم وحاجة حلوة، بعرف انطباعك، ناخد فاصل ندردش فيها كده مع بعض ونرجع تاني. انا ببقى سعيدة لما جيل يسلم جيل، انا بحب الفن اللي فيه اجيال بتروح، جيل بيعمل حاجة وجيل بيكمل، جيل بيقدم فيلم ويرجع بعد سنين جيل تاني يعمل نفس الفيلم، جيل يغني أغنية ويرجع فنان تاني من جيل تاني يغني أغنية، ده ناجح وده ناجح، ده مبدع وده مبدع. المهم المتلقي والمشاهد، حضرتك مين اللي هيقول؟